أهلا بكم في الدرس الأول، وهذه المقدمة البسيطة التي سوف نقوم من خلالها بالتركيز على فرع مهم جدا وشائع في الذكاء الصنعي، وهو الـ NLP Natural Language Processing، معالجة اللغات الطبيعية. وهذه الدراسة نجمع عنها الكثير من الابليكيشنز والتطبيقات والأبحاث المستمرة التي من خلالها نسعى لتعزيز التفاعل والإنتراكشن بين الإنسان والآلة الحاسب. فالـ NLP إذا قمنا هنا بكتابتها بشكل مباشر، فلدينا هنا الكثير من الويب سايتس المختصة لشرح هذه المفاهيم، وهي كما أسلفنا هو فرع من أهم فروع الذكاء الصنعي، يساعد أجهزة الكمبيوتر على فهم وتفسير ومعالجة اللغات البشرية مثل اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والهندية وما إلى ذلك، من أجل القيام بتحليلها وتحليل معناها واشتقاقها وغيرها من هذه العمليات. فتساعد هذه الأبحاث المطورين على تنظيم هيكلة ومعرفة نسق الجملة لأداء مهام مختلفة مثل الترجمة والتلخيص والتعرف على الكيانات الخاصة بهذه المكونات من اسم وفعل وصفة وما إلى ذلك، واستخراج العلاقة بين هذه الجمل والتعرف على الكلام وتجزئة الموضوع وغيرها من هذه العناوين. فمعالجة اللغات الطبيعية NLP هي مجال واسع يركز على جعل لغة الإنسان الطبيعية المحكية قابلة للاستخدام بواسطة أجهزة الحاسوب، وهناك الكثير من الأدوات المطورة للتعامل معها وخاصة في لغة البايثون، فهناك NLTK والتي هي Natural Language Toolkit. فسوف نرى كيف نستطيع القيام باستخدامها وتطبيقها من أجل القيام بجلب نصوص وتحليلها والقيام بتمثيلها بطريقة رقمية. وطبعا لا ننسى أن معالجة اللغات الطبيعية NLP يركز فقط على النصوص Text. فأرجو أن تكون هذه الدورة ممتعة وغنية بالكثير من المفاهيم الحديثة التي تساعدكم في تطوير مهاراتكم البرمجية، وأيضا في التعرف على كيفية القيام بتحليل اللغات الطبيعية البشرية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.